مايكو ده تمبليت لعمل البيم اكسكيوشن بلان. البيم اكسكيوشن بلان بيتعمل مرتين، مره قبل العقد ومره بعد العقد. قبل العقد بيبقى بنشوف الفكره نفسها هل في اي مشاكل، بعد العقد بيبقى فيه تفاصيل اكتر. خلاص احنا اتفقنا ان الشركه دي اللي هتعمل، فمين اللي هيبقى مسؤول عن العقد والحاجات دي. فالبري كونتراكت بيبقى صغير ما فيهوش تفاصيل، يعني هنا مثلا التمبليت في 11 صفحه، في البوست كونتراكت ده 25 صفحه. طبعا لما تكتب المعلومات ممكن يبقى اكتر من كده. هنا بتكتب اسم المشروع، عنوان المشروع، وصف المشروع، رقم المشروع. بتبدأ بقى تدخل مين الأشخاص أو مين الأطراف في المشروع اللي هتبقى موجودة، كل واحد فيهم ايه الحاجة اللي هيقوم بيها. بعد كده بندخل بقى ايه الحاجة، التفاصيل، العقد مثلا، أو ايه المعلومات اللي احنا ناخدها من المالك، طريقة عمل الكلاشات، طريقة التأكد من الموديل سليم، البرامج اللي احنا هنشتغل عليها، ايه التسليمات هتبقى عامله ازاي، هل هسلم لي دي دبليو جي ولا هسلم لي الموديل باي اف سي ولا هسلمه لي ازاي، مين السبلاير ريسورس اللي عندي، ايه الاهداف من المشروع دوت، يعني هل انت مقصود هتعمل 4 دي ولا 5 دي، ولا اهم حاجه بالنسبه لك مثلا الشكل، ولا اهم حاجه بالنسبه لك حل الكلاشات، ايه تواريخ عمل المشروع دوت، يعني هنبدأ من شهر ايه وننتهي ايه في المرحلة بتاعة التصميم، طب الانشاء هتبدأ منين لفين. بنبدأ ندخل المعلومات ديت، وده بيسهل علينا كتير ان الفكرة نفسها تبقى متوحدة، ما يبقاش فيه اختلاف بعد كده واحد يقول لا ده انا كنت متوقع ان احنا نخلص في شهر كذا، لا ده انت خلصت في شهر كذا. فلما نكون كاتبين العقد بطريقة واضحة ده بيسهل كتير من المشاكل.